بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قبل ما هتكلم في اللي أنا عايز أقوله، عايز ألفت نظر السادة المشاهدين والحاضرين على عدة نقاط قبل ما أخش في الموضوع الرئيسي اللي أنا جاي عشانه. أولاً، أنا ليس لي أي مآرب خاصة فيما أقوم به. أنا كل اللي أنا عايزه مصر. مفيش قدامي غير مصر. مفيش لي أي أهداف خاصة. مفيش أي جهة ورايا على الإطلاق. أنا معايا ربنا بس، زي ما أنتم معاكم ربنا. فليس لي أي مآرب خاصة زي ما أنا بأكد. مفيش جهاز مخابرات زي ما الناس متصورة إنه في ظهري، أو إن أنا مستقي هذه المعلومات من جهاز المخابرات العامة. جهاز المخابرات العامة بعيد كل البعد عما أقوم به وما قمت به سابقا. وإذا ربنا ادانا العمر وكتب لي العمر يعني، وما سأقوم به لاحقا. أنا حبيت أأكد على النقطة دي وعدها وأؤكدها. النقطة الثانية، إن كلنا بنتحدث الآن عما يمكن أن يحدث في 30 من هذا الشهر. اللي أنا عايز أقوله للشعب المصري، وأنا لست نائبا عن الشعب المصري ولا أتحدث بلسان الشعب المصري، ولكن أتحدث بصفتي الشخصية كمواطن مصري. الناس لو ما نزلتش، وده مش تحريض، الناس لو ما نزلتش يوم 30 محدش ينطق تاني، لانه معناه قبول بما هو كائن وموجود الان، راضيين بما هو موجود الان، قانوعين بما هو موجود الان. الناس نزلت، يبقى ده معناه رفض لما هو موجود الان، فبنعتبره استفتاء. الناس نزلت يبقى رفضه، رفض قاطع لا نقاش فيه، برفض الحالة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والأوضاع اللي احنا كلنا عايشينها وشايفينها. الناس ما نزلتش، يبقى احنا في رغد، يبقى احنا في سعادة غامرة، يبقى احنا في عندنا كل حاجة ميسرة ومفيش أزمات سولار، والاحتياط النقدي اللي موجود عندنا ده مال وطني حر، والنزول الائتماني بتاعنا التصنيف العالمي 4 مرات في خلال عام، دي حاجة جميلة جدا، والناس بتشعر بالغلاء، ودي حاجة حلوة قوي وكويسة قوي. يبقى مفيش مشكلة، كلنا لازم نصطف خلف الرئيس ونسمع كلامه ونبقى بنؤيده وبنعززه وبنتضامن معه كليا وجزئيا، ولا نقاش بعد ذلك. الناس نزلت يعني في حالة غضب، في حالة عدم رضا، في حالة يأس، في حالة فشل ذريع لقيادة جماعة الإخوان المسلمين لهذه الدولة، وهكذا. دي النقطة اللي أنا حبيت أتكلم فيها قبل ما أخش في الموضوع الرئيسي. أنا ما فكرت أعمل المؤتمر ده كأي مواطن ممكن يعرض لنفسه لكثير من المخاطر، ولكن أنا موضوع بالنسبة لي لا قيمة له، لأن أنا بعتبر السجن اللي موجود في المواطن يمكن يكون المحدد الحجم، يعني مترين في مترين، 3 متر في 3 متر. أنا على مستوى الشخصي كمواطن بشعر ان انا في سجن كبير. الفرق ان انا بركب عربية، بروح اقعد في كافيه، بروح اقابل الناس، لكن نفسيا في حالة انهيار كامل. انا بتكلم على المستوى الشخصي. ممكن يكون في ناس سعيدة جدا ومبسوطة جدا بما احنا وصلنا اليه، لكن بتكلم على المستوى الشخصي، بتكلم عن نفسي انا. مش هطول عليكم، كلنا نعلم ماذا حدث عندما
أعلن اللواء عمر سليمان رحمه الله عن ترشحه لرئاسة الجمهورية، ونعلم جميعا تفاصيل التفاصيل كشعب مسموع ومرئي ماذا كان رد الفعل من القوى الإسلامية على هذا الترشح، ومعارضة وتقال عليه كل حاجة في الدنيا كأنه رجل مذنب وارتكب من المعاصي ما لا يطاق. ولكن المفاجأة إن جماعة الإخوان المسلمين في شهر يوليو 2011 بعتت له مندوب للترشح لرئاسة الجمهورية في اسكندرية، وكان ذلك أحد أيام الجمعة. هذا المندوب كان يصلي في نفس الجامع واقترب منه وبلغه رسالة من مكتب الإرشاد أنهم يريدونه أن يكون مرشحاً لرئاسة الجمهورية، ولكن بأنه شكل وبأنه صفة، يبقى رئيس شكل بس منظر، وينفذ ما يطلب منه من قبل مكتب الإرشاد، يبقى نائب رئيس الجمهورية إخواني، يبقى مكتبه إخواني، ينفذ سياسة الإخوان. وأعطوا له 3 أشهر، ادوله من شهر يوليو ونديك فرصة تفكر لحد شهر سبتمبر. اللي أنا بقوله على فكرة ده أي حد منهم عايز ينفيه أنا جاهز للرد الفوري. اللي أنا بقوله ده حقائق لا تقبل الجدال ولا النقاش لأنها وقائع ثابتة. فالشعب المصري يتعجب، الله ازاي ما يعرف هذه الحقيقة اللي انا قلتها دلوقتي؟ منين هو ما نزل يترشح قامت الدنيا وما قعدتش وقالوا عليه انه متحالف مع اليهود ومع الامريكان ومع الدنيا وده راجل غير وطني و و و الى اخره، وتعلق اللافتات في التحرير عليها نجم داوود و و و زي ما كلنا شفنا. ومنين كنت في شهر يوليو 2011 طالبين منه أن يترشح لرئاسة الجمهورية؟ كيف؟ هذه هي جماعة الإخوان المسلمين، هذا هو أسلوب جماعة الإخوان المسلمين، هذه هي مدرسة جماعة الإخوان المسلمين، هذه هي ثقافة جماعة الإخوان المسلمين. الله، انت كنت عايز يترشح عشان يبقى على مزاجك وينفذ اجندتك، يعني بتنفذ اللي انت عايزه في صورة نائب رئيس الجمهورية الاسبق ورئيس المخابرات العامة الاسبق علشان يبقى كفر ليك؟ كان رد عمر سليمان اما قال لي هذه القصة، وعلى فكرة القصة دي موثقة عشان اقطع الشك باليقين، فما قال لي الكلام ده قلت له طب يا فندم انت هتفكر؟ قال لي لا افكر ايه؟ الكلام ده ما ينفعش، مش انا، مش عمر سليمان اللي يعمل كده. عمر سليمان له مبادئ وله اخلاقيات وله التزامات امام الشعب المصري، فلا يجب ان اخذل هذا الشعب، ورجل الدولة يجب ان تكون كلمته واحدة لا تتلون. وهنا أتوقف وأقول طيب، ورفض طبعا إن هو يجاري في هذه المسألة، وهذا الشخص كان مندوبا عن مكتب الإرشاد وابلغوا هذه الرسالة وعدوا 3 شهور ورفض أن يتعاون أو يوافق على هذا العرض لأنه يرفض رفض قاطع أن يتلون.
يرفض رفض قاطع أن يكون كفر للإخوان لتنفيذ مآربهم كجماعة. ونمشي بعد كده بقى للأحداث نشوف ماذا حدث. اللي حصل بعد كده وما حدث في مشاكل قانونية تخص اللجنة العليا للانتخابات، حتى قواعد، وكل من دخل هذه اللجنة بيلتزم بهذه القواعد. وإحنا كناس عسكريين أو لنا خلفية عسكرية بمعنى أدق ملتزمين وبنحب الالتزام والانضباط. حدث ما حدث، القصة اللي انتوا عارفينها، وخرج اللي هو عمر سليمان من سباق الرئاسة وقضي الأمر واستمرت الانتخابات. وتحت ظروف الضغط النفسي والقهر النفسي، لأنه كان يشعر دائما أن مصر ما بتطلعش، مصر بتنزل وبتنهار انهيار سريع في شتى المجالات. والراجل ده خدم 30 سنة في القوات المسلحة وحوالي ما يقرب من 20 أو 22 سنة في مجال عمل المخابرات، يعني تقريبا ضحى بعمره كله في سبيل هذا الوطن، وبعدين يلاقي الثمرة في الآخر بتتساقط أوراقها. الرجل قهر، ولكن القصة ما انتهتش عند هنا. طبعا الناس كلها أو الرأي العام المصري والعالمي في أصابع اتهامات كثيرة لموضوع اغتياله، أو ما يطلق، الناس بتقول كده اغتيال، وبتقول إنه قتل، وإن في ناس تأمرت عليه، وإنه كذا وإنه كذا، وإنه في ناس بتردد هذا الكلام. الحقيقة أنا عشان أقطع هذا الموضوع ومحدش يتكلم فيه تاني، وناس قالت سوريا ومش سوريا وكلام غريب كده، أنا ما عنديش معلومة مؤكدة أنه اغتيل، ولكن هناك شواهد كثيرة تصب في هذا الاتجاه. أما نيجي نفسر كده الكلام اللي أنا قلته في الأول وترشحه للرئاسة، هناك من الأسباب الكثيرة التي يمكن أن تكون هذه الكفة هي الأرجح، ولكن ليس عن يقين. أنا ما عنديش معلومة، ما عنديش تأكيد، ما عنديش معلومة مؤكدة تقول لي أن هذا الرجل تم اغتياله، ما عنديش. ولكن ممكن ناس بتنادي وبترفع قضايا وبتقول والله نعمل تحقيق، والله نجيب الجثة ونشوف الدي ان دي، وما ده موضوع يخص أسرته عشان تقدر تؤكد أو تنفي إذا كان هذا الرجل اغتيل أو ما اغتلش. ده موضوع يخص أسرته فقط ولا تخص أي إنسان آخر، ده قرارهم. ولكن التحليل لكل الأحداث بتقول هذا الرجل خدم في مجال العمل المخابراتي ما يقرب من 22 عاما، سواء مخابرات حربية أو عامة، أو أكثر 26 عام، فيملك في جعبته الكثير ويعلم الكثير، ولديه من الخبرة ومن المعلومات التي يمكن أن تؤثر في من هم يريدون الوصول للسلطة، أو من يساعدون هؤلاء للوصول للسلطة. فهذا خطر جسيم، لأنه من وجهة نظرهم أنه ده خطر، أنه لابد من أن احنا ننتهي بقى من الحكاية دي. ممكن، لكن أنا من رؤيتي الشخصية لهذا الموضوع الواضح قدامي، لأن أنا ما كنتش معاه في أمريكا، ما كنتش معاه في أبوظبي، ما كنتش معاه في ألمانيا، أنا كنت موجود هنا في مصر، أن السبب الرئيسي
إذا كانت الموتة موتة طبيعية، القهر النفسي الشديد والانهيار النفسي نتيجة انهيار الأحوال في مصر في شتى مجالاتها. مش هطول عليكم في الموضوع ده كتير، تولى الرئيس مرسي السلطة. والحقيقة أنا من الناس، رغم أن أنا مدير مكتب عمر سليمان، إنما مصري قبل أن أكون مدير مكتب نائب رئيس الجمهورية. أحب البلد دي زي أي مواطن، بعشق هذه البلد زي أي مواطن، حريص على هذه البلد. قلت والله ليه لأ، ما هو مواطن مصري بيتولى هذه الدولة وجماعة مصرية المفروض أنها تكون وطنية، لما لا نشوف ونجرب. ده الوجه الآخر، والناس مش عارفة، والناس متصورة أنه طبعا البر والتقوى والإيمان كل ده حلو قوي، إنما ده ملوش علاقة بالسياسة. السياسة موضوع آخر، السياسة لها رجالها، وهم ثبت بالدليل القاطع بعد عام كامل أنهم فاشلين سياسيا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وأمنيا. واللي عنده أي حاجة تقول غير كده يتفضل يقول لي يرمي بياضه يوريني هو نجح في ايه. انا ما كنتش اتمنى ان اقول هذا الكلام، الكلام ده تقيل عليا، لان كان الاسهل والاحسن والانقى لمصر لتجنب ما يمكن ان يحدث ان هذا الرجل كان يعمل لصالح مصر ويضع مصر امام اعينه، ولا يضع الجماعة فقط أمام عينيه، ولكن للأسف الشديد ليس هناك فارق بين الجماعة والحزب وهو حرية العدالة والأحزاب الأخرى المتفرعة منه والرئاسة، بلقي واحد. أنا هقول لكم كده قصة تؤكد هذا المعنى. كلنا عارفين موضوع الإعلان الدستوري المحصن، اللي هو كان أول خطأ من وجهة نظري الشخصية ارتكبه السيد الرئيس، وله مني كل التقدير والاحترام، فيش مشكلة شخصية، إنما أنا مختلف معاه سياسيا، مختلف معاه اقتصاديا، مختلف معاه أمنيا، مختلف معاه اجتماعيا، وهذا حق دستوري. ولكن حتى هذا الحق بيسلبوه من المواطن، هذا الحق الدستوري للتعبير عن الرأي بيسلبوه، مش عايزينه. وفي واقعة طبعا قدام حضراتكم كلكم كنتوا شايفينها امبارح في التلفزيون، لمجرد ان عضو مجلس الشورى حاطط بس وشاح على صدره انا عايز رئيس جديد. جريمة، الرجل ارتكب جريمة. هل هذه الديمقراطية؟ هل هذه الحرية؟ هل هذا يكفله الدستور؟ هل في نص موجود بيحكم نظام العمل في مجلس الشورى بيمنع هذا العضو انه يعبر عن رأيه بطريقة ما؟ والغريب ان استمروا ناخد الاصوات. تاخد على الاصوات على ايه؟ ده غير قانوني اصلا، ده مش موجود عندك في اللايحة. انتم في 2006 ولا 2007 كلكم دخلتوا مجلس الشعب وكنتوا لابسين اوشحة، محدش رفع منكم الوشاح، محدش قال لكم حاطين وشاح ليه، محدش حتى فكر ان يقول لك اخرج بره. ما علينا، القصه دي بقى ايه عشان بس الناس تعرف الدنيا ماشيه ازاي، لان طبعا الاعلام او الشعب بيستنتج نتيجه شواهد، بيشوفهم والله الرئيس طلع اعلان، الناس تقعد تقول الاعلام، هو طبعا بيشوه الاعلام ويقول الاعلام ده فاسد والاعلام ده هم او الاخوه في الحزب الحريه والعداله او الجماعه، لان الاعلام بيحلل. ولكن اللي انا هقوله بقى هيقطع هذا الموضوع ويرفع تماما الاتهامات والسهام الموجهه للاعلام. الاعلام الدستوري المحصن ده راح في ظرف،
من مكتب الإرشاد. مكتب الإرشاد جهز ظرف في الإعلان الدستوري، وعلى الرئيس أن ينفذه كما هو قبل أن يقرأه. مين اللي وضع الظرف؟ الأخ محيي حامد، وده من الجماعة مش من حد تاني. مين اللي كان موجود وبيناقش الإعلان الدستوري قبل أن يصدر؟ كان في مجموعة أو أشخاص رفضت هذا الإعلان شكلا وموضوعا، وهو المستشار أحمد مكي والمستشار محمود مكي. دول كانوا مرفضين رفض قاطع لهذا الإعلان الدستوري. طب مين اللي كان موجود تاني؟ الأخ محمد عبد المقصود، أخو وزير الإعلام الهمام المسؤول عن إعلام مصر. المفروض أن هذا الوزير رجل دولة، ورجل الدولة ده ما يقولش الإعلامية بتعالي وأنا أقولك، ده عيب. أنت بتعبر عن الإعلاميين في أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط، كيف يصل لك المستوى اللفظي لمثل هذه المقولة؟ وبالعكس كمان، ده هو ما اكتفاش بكده، شاف الناس غضبت والناس زعلت والناس اتضايقت، راح مكررها مرة أخرى. يعني أنا مش خايف منكم، ما يهمنيش. طب يا سيدي متشكرين. مين اللي كان موجود؟ طبعا الأخ محمد عبد المنعم عبد المقصود، وده أخ وزير الإعلام، ده كان اللي موجود. كان موجود كمان معاه الأخ العزيز محمد جمال تاج الدين. كان موجود كمان الأخ فؤاد جاد اللي تمت استقالته أو هو قدم استقالته، بالإضافة للسيد الرئيس. فكان طبعا الغلبة لمين؟ كالعادة في 4 أصوات ضد 2، يبقى نطلع الإعلان الدستوري. هو ده مجلس شورى الجماعة، هي دي جماعة الإخوان المسلمين، بتدير أمور الدولة بهذا الشكل. مظروف يروح من الجماعة للرئيس، الرئيس يطلعه وينفذه، آدي الموضوع. طب لما نيجي نشوف الجماعة، الجماعة فصيل سياسي، احنا بنعتبره الآن فصيل سياسي، حقه وحقه المشروع والمطلق انه يزاول نشاطه السياسي. لكن لو هم عارفين، لو هم عندهم الادراك الكافي والوعي السياسي الكافي لقياده بلد بحجم مصر، انه ممكن يكونوا هم عندهم الادراك الكافي لاداره جماعه. فطبعا هو متصور ان مصر دي اماره ضمن 80 اماره، الناس تتعب مش مهم، ما احنا تعبنا 80 سنه في السجون، ايه المشكله الناس ما تلاقيش سولر؟ ما احنا كنا بنقعد في اوضه متر في متر، ما يدوق اللي احنا دوقناه. انتقام من الشعب المصري. ليه؟ انت بتقود دوله مش بتقود جماعه. الكلام ده ممكن يبقى الجماعه بر وتقوى، مجلس الشورى زي ما انتوا عاملين انتوا حرين، انما مصر، مصر فيها فصائل كثيره، وفيها المسيحي وفيها المسلم وفيها السلفي وفيها الشيعي وفيها من كل أطياف الدنيا، لا تضرب بهذا الشكل. الجماعة شايفة مصر إزاي؟ الجماعة شايفة مصر كما قال الأخ العزيز مهدي عاكف، طز في مصر، هي دي مصر من وجهة نظره. وكتير عليهم قوي ان مكتب الارشاد ينشغل بمصر، لكن حقيقة الامر هم مشغولين جدا بمصر، ما فيش مصر غير قدامهم، لكن بيدروها كما تدار الجماعة وليس دولة. نلاحظ كلنا حضراتكم ان احنا بنلاقي يطلع الأخ العزيز عصام العريان يطلع تصريح ناري ضد دولة ما، ويطلع الأخ العزيز سعد الكتتني ويرفض، أو مش يرفض يعني،
يحاول أن يعدل في هذا التصريح ويقول والله ده بيعبر عن شخصه، توزيع أدواره. الكلام ده ما ينفعش على مستوى الدول، إنما ينفع على مستوى الجماعة، إنما على مستوى سياسات دولة ما ينفعش. رجل الدولة لابد أن يكون له مصداقية. رجل الدولة يجب أن يكون عندما يقول يعمل، وعندما يعمل ينسى نفسه لصالح شعبه ولصالح من هم مسؤول عنهم. لكن أطلع أنا أقول والله دي دولة الإمارات مش عارف إيه، دولة الإمارات إيه؟ دي دولة كلنا نعرفها كويس أو مش محتاجين إن أنا أتكلم عنها. دول أهلنا ويا ما وقفوا جنبنا. ولاد الشيخ زايد اللي عمل هو سواء أو ملك المملكة العربية السعودية في حرب أكتوبر اللي ما عملوش أي حد تاني. إزاي الكلام ده؟ يطلع شخص آخر يلقي بتصريح ناري على رجال القوات المسلحة. ومبارح يعني لسه الفريق عبد الفتاح السيسي كان عامل مؤتمر في نادي الجلاء وبيحذر، والراجل مش بيحذر عشان يخوف، الراجل عايز يفهم الناس ان الجيش هو الشعب والشعب هو الجيش. وما بتهين القوات المسلحة يبقى انت بتهين نفسك. ايا كان هذا المواطن، يطلع سلفي يطلع شيعي يطلع اخواني يطلع مسيحي يطلع مسلم، فهو مصري. القوات المسلحة هي دي لغتها، لانه ما ينفعش اهانة الجيش المصري. يوم يطلع الاخ حازم ابو اسماعيل تاني يوم ويلقي بتسريح ناري اختباري، هل الراجل يعني بيتكلم بجد ولا ايه الحكاية؟ طب ليه؟ انت هتوصل لفين؟ انت عايز توصل البلد لفين؟ عايز من مصر ايه؟ مصر لن تنهار وستبقى وستظل وستستمر وهتعود لأبنائها رغم أنف الحاقدين.